السلام عليكم، ايه الاخبار؟ معاك احمد الابيض، مصور بخبره 6 سنين، ومن سنتين كده عملت شيفت كارير وبقيت جرافيك ديزاينر. ابتدينا مع بعض دوره الموشن جرافيك للشورت اللي عملناه الوالد الدحدوح. لو لسه ما شفتوش هسيب لك اللينك بتاعه في صندوق الوصف. اول مرحله من الدوره اتعلمنا فيها ازاي نكتب سكريبت، تاني مرحله اتعلمنا فيها ازاي نحول السكريبت ده لاوديو، وتالت مرحله اتعلمنا ازاي نحول السكريبت ده لصوره عن طريق برنامج الفوتوشوب والاستريتور، ورابع مرحله والاخيره اللي هنبدا فيها النهارده ان شاء الله هتكون ازاي نحول الصوره دي من صوره صامته لفيديو متحرك، وان شاء الله بعد ما نخلص تحريك هنتعلم ازاي نضيف الساوند افكت والسبتايتل. بس قبل ما نبدا عايز اعيد عليكم بمناسبه شهر رمضان الكريم، كل سنه وانتم طيبين، ربنا يتقبل منا جميعا. مش عايزين ننسى في الشهر الكريم ده ان احنا ندعي لاخواتنا في غزه ان ربنا ينصرهم. ما تنساش بقى اللايك والشير والكومنت، ولو لسه ما عملتش اشتراك يلا اعمل اشتراك دلوقتي. اول حاجه نفتح الستوري بورد اللي احنا كنا مسيفينها، المشاهد كلها معانا اهي. قبل ما اشتغل بقى هنقل الفولدر ده كله في السي عندي عشان هو الاس اس دي، عشان يبقى البرنامج ايه اسرع معايا. نبدا نفتح افتر افكت مع بعض، نبدا بقى نكريت الكومبوزيشن، نعمل نيو كومبوزيشن نسميه، هنغير بقى المقاسات دي عشان المقاسات دي كده بتاعه اللاندسكيب هنعملها شورت فهتبقى بالطول، فهنعكس المقاسات. ناخد دي كنترول سي، الفريم ريت لو عندك متغير خليه 24 فريم. بالنسبه للاوديو اللي انا سجلته هطلع معايا دقيقه و33 ثانيه، فاحنا هنعمله هنا دقيقه خليه 40 ثانيه مثلا، وندوس اوكي. كده جاهز معايا، هبدا اجيب اول مشهد. كده جبت اول مشهد اهو، هبدا بقى افككه. المسميات بقى هنا هتفرق معانا، احنا شايفين اهو الخلفيه، الدائره، العلم، والد دحدوح ده التكست ودي الصوره. نبدا نجيب الخلفيه، الخلفيه طبعا هتبقى ثابته معانا فهتبقى بره لوحدها. نجيب بقى المشهد الاول كله يبقى فوقيها كده، نبدا نخش جواه ونشيل الحاجات اللي احنا مش محتاجينها جوه زي الخلفيه، خلاص الخلفيه بقت معانا بره، العلم ماشي، التكست مش عايزينه فهنشيل التكست، بس ده اللي احنا محتاجينه. كده بقى هنجيب الفويس اللي احنا سجلناه نبدا نضيفه، نفتح من هنا عشان يبان معانا ايه الويفز بتاعت الكلام، نكبر شويه. لو انت البرنامج معاك بيهنج ممكن تخلي دي بدل ما هي الفول تخليها على الهاف او على الثيرد، دي اللي مسؤوله عن العرض بتاع الصوره هنا. لو خلناها الهاف الكواليتي هتقل في العرض، الثيرد الكواليتي هتقل اكتر، بس ده كده بتاع العرض بس ده كده بتاع العرض جوه البرنامج مش العرض الدائم للفيديو. وبالنسبه للسبيكر هنا هنفتح البريفيو، هتلاقي السبيكر هنا الريزوليوشن بتاعه هاف، الهاف هنا ممكن يخلي فيه مشكله في الصوت، فانت هنا في الريزوليوشن بتاع الاوديو هتخليه فل، ومعانا هنا الصوره ثيرد او هاف مفيش مشكله. نبدا بقى نسمع. تمام، نقطع من البدايه شويه عشان هو فيه سكوت كتير. بنقطع ازاي؟ بنقف على الحته اللي احنا عايزينها وندوس ايه كنترول شيفت دي، نقطع الحته الاولانيه دي ونيجي هنا ندوس على دي وندوس جيم، بس كده معانا بقى في حته صغيره اهي. احنا بنبدا حركه بعد مثلا ايه 3 فريمات، فاحنا نعد بنحرك ازاي جوه افتر افكت، بندوس كنترول وسهم يمين او سهم شمال بنعد بقى ايه 1 2 3 ويبدا معانا التحريك. بنكبر التايم لاين كده ازاي؟ بندوس كنترول والت بيكبر معانا ويظهر كده. اول حاجه عايزين نظهرها والد الدحدوح او العم ابو حمزه، دي كده ايه اول حاجه معانا. طب نظهرها ازاي؟ انا جات لي فكره ممكن نشوفها مع بعض، ان انا اخش على افتر افكت هنا واكتب ايه براش اوفرلاي، هيطلع لنا طبعا نماذج كتير. نبدا ندور بقى على حاجه مناسبه لينا، الفيديو ده مناسب، شكل البراش دي مناسبه، بنحمله ازاي؟ بنقف هنا على اللينك وبعد يوتيوب بندوس بي بي انتر، بس احنا عايزينه فيديو بنعمل له داونلود. نبدا ندخله معانا في البرنامج، نكبره شويه. بنكبر ازاي؟ بندوس اس سكيل، نكبر نشوف انهي براش اللي احنا كانت عاجبانا. انا كانت عاجباني اول واحده دي كده، بعد ما خلصت نعمل كنترول شيفت ودي عشان تتقص ونمسح الزياده. احنا بقى عايزين نظهر الكومبوزيشن بتاع والد الدحدوح من خلال البراش دي، هنعمل كده ازاي؟ نخش ندوس هنا ونربط المشهد الاولاني بالبراش، هتلاقي البراش بتاعتنا اختفت مبقاش ظاهر الا ايه الا الكومبوزيشن. ندوس هنا هنلاقي ايه بيظهر معاها اهو، تمام، وندوس هنا عشان يظهر من خلالها. نعكس الفيديو بكليك يمين، نخش على تايم، نعمل ايه تايم ريفرس، فيبقى بادي كده ويظهر كده. كده ظهر معانا اهو، بس اول ما بيظهر بيختفي على طول عشان الفيديو بيخلص. فبنعمل ايه؟ نقف في الاخر كده ندوس كليك يمين تايم فريز اون لاست فريم،
نبدأ نشد بقى الحتة الأخيرة دي، نشوف تاني. تمام معانا كده. لو احنا شايفين بقى ان الوقت بطيء نخش كليك يمين، نخش على تايم، تايم ستريتش. هنا مدينا الوقت بالماينس عشان احنا عملنا تايم ريفيرس، فبدل ما هو 100 نسرعه شويه نخليه ايه 50. نبص بقى تاني، انا شايف ان كده مناسب. نبدأ بقى نمشي. العم ابو حمزه وان شئت فقل ايقونه الصمت الفلسطيني. هنا انا حاسس ان الوقت الصمت ده كتير، انا مش محتاج كل الوقت ده، فاعمل ايه؟ اقف هنا، اعمل كنترول شيفت دي واشد ده خالص كده، وابدا اجيب الاوديو التاني اجيبه عليه كده، واقفل ده وافتح ده كده. تمام. طبعا هو هنا اختفى عشان البراش، احنا عايزين نشدها للاخر خالص عشان تفضل معانا. احنا هنا عايزين نظهر ايقونة الصمود الفلسطيني اللي هنا دي، فاحنا ممكن نكبر الفريم بتاع البراش كله بالطول، ونخش على السكيل، فك دي كده كبرها كده. نرجع بقى نبص ان فوق الدحدوح شكلها عامل ازاي. تمام. هنا بقى عايزين نبدأ نظهر العلم ده، هنخش جوه من أول فين مثلا، من أول هنا مثلا، نخش بقى جوه نجيب العلم. أنا عشان عايز العلم يبدأ من هنا بدوس إيه، بدوس جيم، ونجيب له بيج تيرن. بنجيب البيج تيرن منين؟ من القائمة بتاعت الإفكت، نخش على ويندو إفكتس أند بريسيتس، وندور على بيج تيرن ونضيفها للملف اللي إحنا إيه عايزين نحركه. هنا بقى الخيارات بتاعت البيج تيرن عايزها تبقى شكلها عامل إزاي. أنا بالنسبة لي عايزها زي ما هي، بوتوم رايت كورنر. بعمل بس هنا كي فريم من هنا كده، واشوف مثلا بعد 5 فريمات وابدا اخفيها خالص. شايفين اللمعه دي؟ في لمعه هنا كده بتتشال خالص من هنا، بدل ما هي 50 خليها 0. تمام. اللمعه اتشالت، نطلع لفوق بس نرجع نبص. تمام، هو بره. دوس يو عشان يفتح لنا الكي فريمز اللي احنا عاملينها، ونعمل سيلكت على الاثنين كي فريم، كليك يمين، نعمل ايه تايم ريفرس. بص كده سريعه شويتين، ممكن بدل ما هي 5 فريمات لو عايزين بقى نتحرك 10 فريمات على طول، بدل ما احنا بنتحرك فريم فريم، بندوس كنترول وشيفت وسهم يمين. نبص كده تاني، سريعه برضو، ممكن نخليها 20 فريم كده، بالنسبه لي مناسبه. نبدأ نبص عليها من بره. متأخرة شوية، ممكن نبدرها. نبص تاني. تمام. ممكن يبقى اللاج ده عشان احنا عاملينه هاف، ممكن لو عملناه فول يبقى مظبوط. نبص تاني. ممكن نبدرها كمان شوية، هي بادية من بره خالص فالوقت بتاعها ما بيظهرش كله، يعني هي لحد هنا كده بتبقى مختفية، فاحنا هنعمل كي فريم هنا تاني ونخليه هو اللي بادئ في الأول، بحيث إن احنا إيه أول ما يبدأ بالظبط كده، ده اللي احنا عايزينه. يبقى احنا كده خلصنا أول حركتين، نبدأ نكمل. الكلام ده كده إيه في المشهد التاني، فنبدأ نجيب المشهد التاني. نسمع كده، يبقى احنا هنا عايزين نضيف التاريخ. نجيب المشهد التاني يبدأ من اول هنا، نرجع بقية الحاجات، احنا بس عايزين التاريخ، فنرجع بقية الحاجات لورا شوية. هنا كده وندوس جيم، نجيب الورقة معانا، نبدأ نحرك الورقة. ممكن نديها بس حركة بسيطة، نعمل البوزيشن روتيشن، فتحنا البوزيشن والروتيشن، نعمل لهم كي فريمز، نغير مكان الانكر بوينت، بدل ما هي هنا في النص كده نغيرها من هنا، بدل ما هي في النص نبدأ ننزل هنا كده في اخر الورقة. وبعد 10 او 15 فريم، 10 1 2 3 4 5 15 فريم، ندي سنة لفة كده تنزل لتحت شوية، نعمل تايم ريفيرس. نبص كده على شكلها، ممكن تكون بطيئة شوية،
نبص من بره في عام 1000. يعني، هي مناسبة بس ممكن نسرعها أكتر، نخليها 10 فريمات بس. بالنسبة بقى للتكست عشان نضيفه زي ما هو، هنحتاج نفتح البروجكت بتاع فوتوشوب وناخد التكست من هنا، كنترول سي، يجي في افتر افكت، نجيب التكست من هنا، كنترول في، هينزل لنا بنفس الوانه، بنفس الحجم، بنفس الفونت، بنفس كل حاجة. نبدأ نظبطه على القديم ونمسح القديم. ممكن بقى لو احنا عايزين نغير في حاجة نخليه مثلا الكتابة عربي مش انجليزي، بنخش هنا، ثانية اكبرها لكم، نخش في التكست، ممكن تبقى هي معمولة كده، نعمل مور وندوس هنا، أدبها لنا عربي. ايه تاني هنضيفه؟ نخش على الإفكتس ونجيب تايب رايتر، نضيف الإفكت ده على التكست، هيديها لنا كأنها بتتكتب، بس طبعا هو بيكتبها بالراحة خالص. فاحنا هنشوف احنا خلصنا الكلمة فين. هو ماشي مع الكتابة بس ده بطيء، فاحنا ممكن هنا كده نخلص، دوس يو عشان يفتح لنا الكي فريمز اللي معمولة، نجيب دي هنا، نشوف كده. أنا شايفها مناسبة، ممكن نكبر التكست شوية، نجيب سكيل، بص تاني. بالنسبة لي مناسبة جدا. نخش على الفقرة اللي بعدها، احنا كده أول حاجة معانا صورة السجن، نجيبها منين؟ بوابة شمال وبوابة يمين، دوس جيم، قلنا هنا هم. هنظهرهم بقى ازاي؟ هنعمل حواليهم شيب، نتأكد إن احنا مش واقفين على حاجة من هنا. لو احنا مثلا واقفين كده ندوس هنا، جايبين الشيب حاطينه عليهم كده، نخليهم يظهروا من خلاله، نجيب البوابة يمين وبوابة شمال نربطهم بيه كده، هما ظاهرين من خلال الشيب اللي احنا رسمناه. هنحركهم بقى ازاي لو احنا طلعنا أي حاجة فيهم؟ الأول نعمل بوزيشن، نعمل لهم هما الاتنين كي فريم، نيجي بعد 10 فريم نحرك البوابة شمال كده والبوابة يمين كده، نبص كده بس. نعمل بقى تايم ريفرس، كده ده اللي احنا محتاجينه. بص بقى فؤاد الدحدوح، كلام محترم جدا. ممكن بقى نسرعها شوية بحيث ان هو في الاول يبقى بطيء ويخش يقفل مرة واحدة. نعملها ازاي؟ ندوس F9 عشان يبقى ايزي ايز، او ان احنا ندوس على كليك يمين كي فريم اسيستنت، نخش على ايه؟ ايزي ايز، الاختصار بتاعها F9، وزي ما احنا واقفين عليهم نخش ندوس هنا، نخش على الجراف هنا، نتأكد ان احنا من هنا معمول ايه؟ سبيد جراف. نكبر شوية، نعمل سيلكت كده على التاني نقطة، نشدها كده فهي تبقى بادية بسرعة وتخلص بالراحة. بص، أو ممكن نعملها العكس كده، بادية بالراحة خلصت بسرعة. شوف انت الستايل اللي انت حابه يعني كده. لو نشوفها هنا، لو عكسناها نبص كده، بالنسبة لي كده أحسن. يجي بقى عند الانتفاضة الأولى، احنا محتاجين نظهر العلم هنا كده، نبدأ نجيب العلم، نرجع تاني، العلم فين؟ العلم أهو الانتفاضة، ندوس جيم. احنا عايزين نظهره من تحت وادي الدحدوح، فناخد ده كنترول اكس، ندخله جوه مشهد واحد، كنترول في،
نجيبه من تحت، بيبقى فوق الدايرة بس تحت وائل الدحدوح. نرجع تاني هنا من أول في، نبدأ نحركها، نخش على المشهد الواحد، دوس جيم. نحركها ازاي بقى؟ نديها سكيل وروتيشن، نديهم كي فريم بعد 10 فريمات. نبدأ نلف دي كده شوية ونصغر السكيل خالص بحيث ان هو يبقى بالشكل ده. نعمل بس تايم ريفرس، نبص كده بطيئة، ممكن نعمل لها برضو ايزي ايز ونسرعها كده مثلا، كده تبقى سريعة قوي. هي بايزي ايز لوحدها من غير ما نسرعها هيبقى كويس. نبص كده كلام محترم. خش على اللي بعده. احنا كده دخلنا على المشهد الثالث، نبدأ نجيبه، نفتحه من الفايل هنا ونضيفه. نقف هنا ندوس جيم، نخش جواه. ايه اللي احنا مش محتاجينه منه؟ الخلفية نشيلها، الكتابة نشيلها، العلم نشيله، والدايرة كده كده الدايرة معانا فهنشيلها. هندخل بقى ده في الموضوع ازاي؟ محتاجين الأول نعمل حاجة، نخش على المشهد الأولاني ونشيل من هنا، نقص كده الدايرة والعلم، نعمل لهم كنترول شيفت دي، ناخد النسخة اللي متبقية دي كنترول اكس نطلعها بره، كنترول في خليها تحت المشهد، كنترول وجي. يجي هنا بقى يبدأ مسيرته في عالم الصحافة. نجيب المشهد الأول والتاني، نظبط بقى الدنيا، نجيب المشهد التاني والتالت مع الأول، نعمل شيب زي اللي احنا عملناه للبوابات بس المرة دي هيبقى بجريديانت. نعمل شيب جديد هنا كده، بدل ما هو فيل عادي نخليه جريديانت، ونبدأ نظبطه من جوه الشيب. عايزين بس ننزل الشيب تحت مع المشاهد عشان الدنيا ما تتلخبطش معانا. نفتح هنا جريديانت ونبدأ نعدله. ده كده الاند بوينت بتاعته اهي، بغيرها خليها تبقى هنا، الزاوية بتاعته خليها هنا كده. كده احنا نحركها مانوال او ان احنا ممكن نحركها من هنا، ايه على حسب الاسهل لنا يعني. هبدأ بقى اربط التلات مشاهد دول. طبعا المشهد ده كان مربوط معانا بالبرش فهنقصه الاول، المشهد الاولاني. نربط بقى التلات مشاهد بالشيب ونفعل دي عشان يظهروا. نيجي بقى هنا نديهم هما التلاتة بوزيشن كي فريم، بعد 20 فريم ننزلهم لتحت. ده عشان كان معمول للبرش هنعكسه بس اختفى اهو. الشيب محتاج يكبر معانا شوية، افتح سكيل طوله لتحت شوية كده، بالنسبة لي مظبوط. المشهد الأول والتاني هيبقوا زي ما هما، التالت بس هيتعمل له تايم ريفرس. نعمل سيلكت كده تايم ريفرس، نبص بقى كده. ممكن نخلي الشيب يبدأ من هنا بحيث ان هو ما يعملش معانا الكليتش ده، يبدأ مع الحركة على طول. نقف عند الحركة بالظبط وندوس جيم، نشوف بقى كده عايزين الحركة دي تبقى عند عالم الصحافة. نيجي هنا نحرك الكي فريمز دي هنا كده ونخليها 10 فريمز بس، ممكن أقل. وزي ما اتفقنا هنجيب الشيب برضو بجيم، نبص كده يبدأ مسيرته في عالم الصحافة. طبعا هي باينة من تحت عشان الشيب، فاحنا هنخليها برضو تبدأ مع الشيب. المشهد التالت مسيرته في عالم الصحافة بالظبط كده. ممكن نبطئها شوية لو هي بقت سريعة، نجيبها 15 فريم مثلا.
ممكن بقى نديها ايزي ايز. هي المايكات تحت زيادة فهي بتحس انها بتتأخر، ممكن نخلي المايكات بس فوق شوية بحيث انها ايه تبدأ تظهر على طول. بالظبط كده، ممكن نسرعها برضو اكتر. ممكن بقى نغير في السبيد جراف برضو، نخليها تبدأ بسرعة. نبص كده سريعة قوي، ممكن نبطئها شوية. كده كويسة. ممكن نخلي برضو وائل الدحدوح دي تنزل لتحت أكتر بحيث إنها تبقى أسرع. بالظبط كده، بالظبط كده. تمام، يبقى كده ده ايه المشهد الرابع. عايزين بس السكوت اللي هنا ده نلغيه. بعد منذ ذلك الحين نبدأ نجيب المشهد اللي بعده اللي هو المشهد الرابع، نفتحه من هنا نضيفه نخليه تحت ندوس ايه نفتحه. الحاجات اللي احنا مش عايزينها فيه نلغيها. يبقى التلفزيون اكبر شوية، ممكن نكبره كده. نعدل بقى الخلفية اللي ورا دي، نعملها على افتر افكت تاني. ازاي؟ هنجيب شيب خليه فيلمش جريدينت، خليه ابيض، نعملها كده، ننزله تحت التلفزيون، نمسح ده، ندي ده نويز من افكتس، نزودها كده، ممكن نزودها أكتر. بدل ما هي نورمال نخليها آخر حاجة. نحرك كده هنلاقي بدأ، لو حركنا كده هنلاقي فيه نويز. لو احنا عايزين نعملها أبيض وأسود نضيف هيو أند ساتوريشن ونقلل الساتوريشن خالص، يبقى بقى أبيض وأسود أهو. نقلل بقى الأوباستي، ندوس حرف التي ونقلل الأوباستي كده بحيث إن هي تبقى باينة كده من بره. ممكن نقلل الأوباستي كمان، نغير بقى المود بتاعها نخليه سكرين. نقلل بقى الأوباستي عشان تظهر من بره، خليه مثلا 20. نشوف كده بره، نزوم كده عشان نشوف أكتر. ممكن نزود الأوباستي شوية خليها 40. نبص، ممكن كده مناسب. لو عايزين نعدل في اللون مثلا بتاع الأبيض، خش هنا بدل ما هو أبيض شارب كده نخليه رصاصي. نبص هنا كده، ممكن يكون أنسب شوية. ممكن برضو نغمقه أكتر على حسب بقى كل واحد وذوقه. كده مثلا كده مناسب. نبدأ نرجع نشوف الدنيا. في حاجة حصلت دلوقتي، إن الجريدينت بتاع الشيب باين معانا هنا أهو، واحنا عايزين نعالج اللقطة دي. هنعمل إيه؟ نخش على الشيب تاني، على الجريدينت، نبدأ نعالج اللقطة دي واحدة واحدة كده 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 كده. اتعالجت معانا اهي، ممكن نزود كمان، ننزل تحت كمان. كده اتعالجت معانا خالص اهي. نرجع نبص، نرجع نبص بقى نشوف في حاجة باظت ولا الدنيا تمام. يبدأ بداية مسيرته في عالم الصحافة. الدنيا كده تمام. نبدأ بقى نخش على التلفزيون، عايزين بقى المايكات تبقى باينة جوه التلفزيون.
فاحنا هنا كده بالظبط، يبقى المشهد الرابع اكبر، يبقى كده بدايته كده، نعمل كي فريم، نيجي بعد 10 فريمات مثلا، او خليها 5، 1 2 3 4 5، نخلي السكيل بتاعه عادي 115، ونفس الكلام هنعمله في المشهد الثالث، سكيل ندي هنا كي فريم، نجيبه هنا صغر ده شوية، نجيب بوزيشن برضو، نلغي بقى الايزي ايز من هنا، ندوس كنترول وندوس عليها، نلغي الايزي ايز بقى من هنا، ايزي ايز معمول معانا ورا بس مش عايزينه هنا، فبندوس كنترول وندوس عليها، نبدأ نحركه شوية للشمال كمان شوية. يبقى كده مثلا نرجع نبص، صغرت أو المايكات، ممكن نكبر المايكات شوية، هو بيظهر الأول فاحنا عايزين نخليه على أول ما يظهر الحركة تبدأ، دوس جيم، حرك دول كده على أوله خالص، ندوس جيم بالظبط كده، نرجع بقى شوية، كده كويس جدا بالنسبة لي كده مناسب. حيث فقد العديد من أحبائه في تلك الأحداث. بالنسبة لي كده زي الفل، فاحنا كده خلصنا نص الفيديو. لو انت حاسس ان النويز بيتحرك بسرعة قوي ممكن نبطئها ازاي؟ نخش على المشهد الرابع، نضيف افكت اسمه بوسترايز تايم، هو ده، ندوس عليه كليكين، ونخلي بدل ما هو 24 فريم نخليها مثلا ايه 10 فريمات، نبص عليه كده السرعة باينة معانا ايه، ان هي بدأت تبقى ابطأ، عايز تقلله اكتر خلي بدل ما هو 10 فريمات 8 مثلا، نبص عليها كده، انا بالنسبة لي ده مناسب. بس كده مش عايز بقى اطول عليكم، احنا كده خلصنا نص الشورت، خلصنا 4 مشاهد من اصل 7، ان شاء الله الفيديو الجاي هنكمل بقية الشورت. ما تنساش بقى تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك الفيديو الجديد اول ما ينزل، وما تنسوناش من صالح دعائكم، السلام عليكم.